السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد. في هذا المقطع سنعرض لكم عدة دقائق من التمارين المجنونة والمتوحشة التي يمارسها المقاتل الأمريكي الهستيري توني فيرغسون، والتي ستجعلك تظن بأنه يحاول أن يؤذي نفسه ويكسر عظام جسده، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. يتميز المقاتل الأمريكي المشهور توني فيرغسون بأسلوبه المجنون في القتال وطريقة كلامه وتفكيره، والتي تبدو واضحة في كل مقابلاته، وهنالك من يقول بأنه يعاني من مرض نفسي يجعله كذلك. والحقيقة بأن لفيرغسون أيضا أسلوبا غريبا في التدريب، وله تدريبات مجنونة لا أحد يقوم بها إلا هو. فهو يظهر في عدة مقاطع وهو يقوم بركل عمود حديدي بساقه لعدة مرات، كما أنه يقوم بضرب الحديد بعظامه بشكل دائم في محاولة لتجذيب عظامه، ولعل ذلك أحد أسرار قوة ضرباته، وخاصة ضربات الكوع والتي يتميز بها. It's my unorthodox approach. It's something I've been doing and escalating since I started. I mean, the photos I'm pointing out there, I'm coming up with these new interesting moves. Why? Because that's me. That's my style. So if anybody else wants to follow it, that's great. But for me, I'm a pioneer, and I like to come up with new things. كما يظهر فيرغسون في بعض المقاطع وهو يقوم بحمل إطارات ضخمة والتدريب بها. ثم يقوم بركلها بقوة في منظر مجنون، كما يقوم بتمرينات توازن غريبة الشكل. ولا بد أن يتساءل من يشاهده كيف يقوم فيرغسون بكل تلك التدريبات المتوحشة دون أن يتعرض للإصابة. وفي الواقع فقد تعرض فيرغسون للإصابة فعلا في أكثر من مرة، كان أخطرها عندما كسر ذراعه. Almost kind of like a mixed martial artist with forms like karate tied in with some capoeira dance moves with break dancing. It can't be replicated. I try to teach it, but it's something I feel, and it's that beat that I have in my head anytime I have to just kind of find my rhythm, find my movement. كما أن فيرغسون هو من قام ببناء الصالة الرياضية الخاصة به بنفسه، وذلك شيء لم يفعله أحد في عالم الفنون القتالية من قبل. And then he builds his own gym. So they'll have like a house that they rent. He'll mat up the living room. And then he'll go outside. He'll put up a Wing Chun dummy. He'll hang heavy bags. He does it all himself. ومهما كان أسلوب فيرغسون غريبا وغير اعتيادي، فلا أحد يستطيع إنكار أنه أسلوب ناجح ورائع. والدليل على ذلك الأداء الرائع له في النزالات، والتي تعتبر من أمتع وأجمل النزالات على الإطلاق. ففيرغسون مشهور بنزالاته الدموية والتي يخرج منها خصمه بوجه مليء بالدماء والكدمات. نرجو أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب، دعم الله ومشاركته مع من تحب، وأخبرونا بأرائكم في التعليقات في تدريبات توني فيرغسون. ودمتم بأمان الله.